هاي يا بنات، اهلا بيكم مره تانية في ماي شانل ميمز ميك اب. في الفيديو ده هنجاوب على السؤال الخامس، وهو انتي بتحطي فيك ايلاشز او رموش صناعيه؟ بالنسبه لي بحب احطهم، لكن مش دايما. قبل كده ما كنتش بحب احطهم لان نوعا ما رموشي طويله وكيرلي فوق، فبالنسبه لي انا احط فولس لاشز نوعا ما يعني في نوع ما من المعاناة ان انا احطها، لان بحس ان انا بنط ورا رموشي عشان اعرف احط الايلاشز. لكن بحب دايما احطهم في الميك اب توتوريالز، خصوصا لو انا عايزه اعمل لوك دراماتيك او اخلي اللوك قوي. الفولس ايلاشز بتاخد الميك اب لليفل مختلف تماما، حتى لو الاي شادو مش مظبوطه، يعني الاي شادو مش في حاجه مش مظبوطه، لو انت مش مرتاحه مع شكل الاي شادو، مجرد ما بتحطي الاي لاشز بتخلي الميك اب يروح في حته تانية خالص بعيدا عن الماسكارا، فهي حرفيا جميله جدا، بتخلي اي لوك جميل، خصوصا لو اخترتي اللاشز الحلوه اللي تمشي مع العين، فبتخلي اللوك مختلف تماما. فانا بحب دايما في اي ميك اب توتوريال احط فولس لاشز، او طبعا لو مناسبه، لكن في العموم لا، انا يعني بقدر استغنى عنها ان رموشي زي ما قلتلكوا طويله ومتنيه لفوق، فلو حطيت كذا طبقه من الماسكارا بتديني تاثير نوعا ما كاني في فولس لاشز، بس نوعا ما طبيعيه اكتر. فلو في الحياه العاديه زي كل يوم بعتمد على الماسكارا اعتماد كامل، ولو عايزه اخلي اللوك لانه حاطه نوعا ما دراماتيك بحط كذا طبقه ماسكارا، وطبعا طول الرموش مساعدني. لكن لو انا عايزه اخد اللوك لليفل مختلف تماما، طبعا طبعا بحط الفولس لاشز، بحبها جدا. ده بالنسبه للسؤال ده، اعتقد كده كفايه، ويلا بينا نروح للسؤال اللي بعد كده في الفيديو الجاي، واشوفكم قريب. باي.